الصكوك الإسلامية هي قانون لوسيلة جديدة على المجتمع المصري لاستثمار الأموال، لكنه تأرجح في الفترة الماضية بين القبول والرفض. وإحياء للقانون من جديد، أعلن هاني قدر دميان وزير المالية أن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون الصكوك بما يحمي أصول الدولة المصرية. وأوضح قدري أن القانون المذكور الذي صدر في عام 2012 قد تعرض للتفريط في حقوق مصر، موضحا أن الوزارة أرسلت منذ أيام مشروع القانون للبنك الإسلامي قبل عرضه على الجهات المعنية. كما أشار قدري أنه من المقرر عرض مشروع القانون على شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية لاستبيان الرأي الشرعي، مؤكدا أن الوزارة تسير وفقا لمنهج ثابت. وأعلن قدري عن إنشاء وحدة شرعية للصكوك بالوزارة وتوسيع القواعد التمويلية، مؤكدا أنه مع بداية العام المالي المقبل سيتم طرح صكوك بنظام الإيجار باعتباره آلية سهلة. الصكوك الإسلامية وسيلة جيدة لتمويل المشروعات المختلفة، ولكن لا بد من مراعاة حقوق الدولة والشعب في هذا القانون وكذلك الرأي الشرعي فيه. للتعرف أكثر على هذه التعديلات اللي هتجرى على قانون الصكوك في مصر، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الحوارية الأستاذ رامي فهيم الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك أستاذ رامي. بداية، يعني كيف ترى أهمية هذا الطرح من قبل وزارة المالية لعودة الصكوك لحماية الدولة المصرية مرة أخرى؟ هو مبدئيا الصكوك دي نازلة، يعني هنعرف بس الصكوك في الأول، ده يعني مبدئيا كانت في الأول تبقى صك ملكية، ولكن هو دلوقتي طبعا بعد الهجوم اللي كان في المرحلة بتاعة 2012 ويناير 2013 بعد آخر تعديل كان في الحكومة اللي كانت موجودة في المرحلة دي، أصبح هيطرحوها بالإيجارة، يعني يقدر ياخد إيجار لمرحلة وبعد كده ترجع تاني إلى الدولة، زي ما بيحصل في بعض الأراضي كنا بنقول 49 سنة مثلا ياخد حق استغلالي وكده. يعني هي فيها سلبيات وإيجابيات كتيرة جدا. النقطة مبدئيا اللي احنا بنستخدم فيها الصكوك هنا لتمويل حاجتين، يا إما تمويل عجز الموازنة، يا إما بنستخدمها في مشاريع جديدة، طرح مشاريع جديدة للدولة. مع الأسف احنا هنبتدي بسلبيات اللي كنا بنهاجم بيها في المرحلة دي. يعني كنت، يعني انتوا استضفتوني هنا في القناة عندكم برضو، كنا بنتكلم عن نفس الموضوع ده في 2013، وكنا قلقانين من بيع أصول الدولة لتمويل عجز الموازنة، بمعنى صح ان كده ان الدولة هتخسر الأصول بتاعتها بدون من، يعني من لا شيء، يعني فكده احنا بنفقد الأساسيات اللي قايمة عليها الدولة في المرحلة دي كده. ده كان جزء يخوف، ولكن وقتها المرحلة دي انتهت، ودخلنا دلوقتي برضو بنغطيها بنقطة الإيجارة في المرحلة الحالية. هي آلية سهلة الإيجارة دي، يعني بينظر ليها إن هي والله زي الأراضي مثلا زراعية، حضرتك بتقولي حق استغلال 49 سنة مثلا، أو يعني المشاريع البي أو تي والبي أو تي والكلام ده كله، وكلها برضو فيها جزء. طب هو كان ورد في التقرير أستاذ رامي أهمية مراعاة حقوق الدولة والشعب في هذا القانون، يعني لأي مدى من وجهة نظر حضرتك ده ممكن يكون متوافر بالفعل؟ والله هو انا دلوقتي ابتديت اخاف على المواطن اكتر في نقطه معينه بصراحه، انا مش هضطر ان اتكلم دلوقتي بصراحه اكتر، التي الدوله بعيد عن المشاريع السياديه، واللي اكيد ان المشاريع السياديه مش هتنزل في هذا المشروع، انها ما فيش في الدوله في المرحله الحاليه مشاريع كسبانه، فبالتالي على اساس ايه هنزلها في المرحله الحاليه؟ وبعد كده ليه بيبصوا دايما، يعني المشكلة برضو ما في عقم في الفكر بهذا الشكل، احنا ليه بنبص دايما للحاجات القديمة، ليه ما نبصش للجديد؟ يعني انا عندي النهاردة في اقدر اطرح مشاريع جديدة، مثلا احنا بنتكلم النهاردة عن الزراعة، توسع الزراعة، طب ما اطرح مثلا مليون فدان اعملهم مشروع كبير تحت ادارة بنوك، وانزل السكوك بتاعتها للناس تقدر تدخل فيها، وبالتالي استخدم وفرات الحجم الكبير في اللي انا انمي المشاريع دي وتبقى مشاريع ربحانه جدا، واستغليت اراضي صحراويه مش معمره في المرحله الحاليه، ودخلت الناس في سكوك. يعني المشكله النهارده زي ما بقول لحضرتك، انت بتدخلني، يعني ما تدخلنيش في مشاريع استهلاكيه او عجز موازنه، دخلني في مشاريع انتاجيه.
الدولة مش منزلة أي مشاريع انتاجية في المرحلة الحالية، يعني دي أحد نقط الضعف الأساسية اللي كانت موجودة في المؤتمر شرم الشيخ، إن كل المشاريع مشاريع استهلاكية، مشاريع للعقارات، حتى البترول 50% هيروح لشركة بريتش بترول، الشركة اللي في مؤتمر شرم الشيخ، احنا بنتكلم عن النقط بتاعتها، إنما أنا ما فيش حاجة جديدة. أنا عاوز دلوقتي أعمل إنتاج، أنا عاوز أدخل دخل إضافي للدولة، عاوز يعني عاوز أنمي، عاوز أعمل تنمية. النهارده لما نيجي نتكلم عن الصكوك الإسلامية، يعني النهارده المفروض الصكوك الإسلامية يعني أنا ما بثبتش معدل فايدة، فبالتالي أنا معرض للأرباح والخسائر. طب المشاريع دي هل هنزل في الميزانيات بتاعتها بحيث إن احنا نعمل تحليل كامل اقتصادي ليها عشان الناس تعرف هي داخلة في إيه ولا لأ؟ يعني بقول لحضرتك في ايجابيات، التساؤلات دي معناها ان الصوره لسه مش واضحه بنسبه 100%. الصوره بالنسبه لنا كاقتصاديين طبعا احنا مش مبسوطين. يعني في المرحله الحاليه انا شايف ان احنا لا نزال بنرجع للحاجات القديمه، احنا دايما بنقول في الظروف الغير عاديه. مش مبسوطين ليه؟ مش مبسوطين بالظبط؟ الظروف الغير عادية بتتطلب دايما مننا حلول غير اعتيادية. احنا دايما بنرجع للحلول القديمة وبرجع الى ما املكه. طب انا لسه عندي موارد كتيره غير مستغله. انا فاهم من كلام حضرتك ان يعني المشروعات اللي موجوده مستهلكه ويعني وما فيهاش الجدوى الاقتصاديه اللي بيعول عليها، لكن يعني لو مثلا خدنا على سبيل المثال مشروع قناه السويس، مشروع سيادي بمعنى في النهايه قناه السويس نفسها هي احد الهيئات السياديه اللي ما ينفعش لنا ننزلها، يعني ولا قناة السويس ولا الكهرباء ولا المياه، دي هيئات سيادية. إنما المشاريع القائمة على مشروع قناة السويس زي ما كنا بنعمل توسيع المحور ده اللي احنا نزلناه وأصلا نزلناه وكمان احنا داخلين على احنا ندفع للناس في الأشهر اللي جاية اللي احنا هندفع لهم العوائد بتاعت الأذون اللي نزلت في هذه المرحلة. انما احنا ما عندناش حاجه جديده، هي دي المشكله، ما فيش حاجه جديده بينزلوها والقديم كله ميزانياته كلها مش ربحانه. طب خلينا نرجع للتعديلات نفسها، ايه التعديلات اللي اتعملت في القانون يعني؟ وهل لا لسه هي لسه هما بيناقشوا التعديلات، هما بيناقشوا التعديلات المطروحه، هل هي كفيله انها تبدد اي مخاوف؟ وهل المشكله تختصر في التعديلات ولا الاجراءات المكمله اللي حضرتك بتتكلم فيها؟ احنا عندنا نقطتين. فكره اللي انا ادخل في الاصول الاسلاميه، في الصكوك الاسلاميه، والصكوك الاسلاميه دي هل هتبقى مربحه او لا بالنسبه للمواطن؟ ما احنا لازم لما بندخل في مشروع لازم انا كسبان وانت كسبان من الناحيتين، الطرفين لازم يكونوا كسبانين. فالنهارده احنا بنتكلم فكره الصكوك الاسلاميه نفسها ما فيهاش مشكله، يعني احنا الصكوك الاسلاميه يعني انا ما يعني عشان يخرج من نقطه الربا وكده ما بيحددش السعر الفايده وما بيثبتوش وما بيستغلش احتياج الشخص للفلوس للحاجه، فهو هنا هيخرج من نقطه الربا. ولكن احنا هنا ندخل هنا النهارده فكره انت كسبان وانا كسبان، انت محتاج الفلوس عشان تعمل بيها حاجه معينه مشروع جديد او كده، وانا محتاج ان انا اوسع الفكر بتاعي الاستثماري، فاللي انا بدل ما احط الفلوس في البنك اقدر احطها في مشاريع مختلفه. فالنهارده لو المواطن بدل ما هيحط الفلوس في البنك هيدخل على حاجه زي كده، طب هو محتاج ان هو يطمن ان الحاجه دي هتجيب له عائد طيب، هتبقى مربحه على الاقل. انما برضو في نفس الوقت هنقول الجزء الايجابي هنا ان في ناس كتير من الفكر الاسلامي مسيطر عليهم اكتر وكده بيقلقوا من البنوك جدا وما بيحطوش فلوسهم في البنوك وفلوسهم واقفه، فده يمكن طريقة أفضل في إن هم يبدأوا يحركوا الفلوس بتاعتهم. يعني في إيجابيات وسلبيات، أنا بحكي يعني مضطر إن أتكلم. طيب يمكن من المميزات إن هذا اللي بيتميز بيها قانون الصكوك الجديد إن يعني من الممكن تداولها في البورصات العالمية، إزاي حضرتك شايف ده؟ لا ما هو لو المشاريع مش مربحة وانا في النهايه بمجرد بغطي زي ما قلنا عجز موازنه او كده وبديها باسلوب ايجاره وهستردها بعد مرحله، يعني انا اسف في الكلمه بس انا افضل ان احنا ما نكشفش نفسنا، لان انا بقول لحضرتك انا في المرحله الحاليه انا مش شايف اي مشروع من مشاريع الدوله خارج الهيئات السياديه، خارج المشاريع السياديه بتاعت الدوله كسبانه. هل كان على القانون القديم فكره ان هو يعني بيكرس لقدره الاجانب على شراء
أسهم مؤسسات الدولة، وإن يعني ده بطبيعة الحال يعني ممكن يؤثر سلبا على حقوق مصر السيادية في إن هي تستغل المشروعات لصالحها بنسبة 100%، ويعني إزاي ده ممكن يراعى في المستقبل القريب ومن خلال التعديلات اللي هتتم؟ احنا قلنا مشاريع سيادية، احنا مش ننزل مشاريع سيادية، ده شيء مؤكد. انما فيما يخص لفكره النصيب الاكبر، ان يعني الاجانب هم اللي يحظوا بنصيب الاسهم، ما هي فكرتها اللي احنا بنتكلم، هل ده برنامج هل في مشكله دلوقتي؟ يعني اقصد هل ما بقاش في مرونه في الفكر في التعامل مع فكره ان حضرتك فتحتي كذا، حضرتك فتحتي كذا نقطه في نقطه واحده في المحور الاول. اتكلمتي كاسهم، اذا اتكلمتي كبورصه، اتكلمتي كاجانب، واتكلمتي كالمشروع نفسه الداخلي. نبتدي بالاجانب، نبتدي هبتدي بالمشروع الاول. فضل. معلش انا اسف. المشروع الاول احنا النهارده بنتكلم فيه، هل هو ده نوع جديد من الخصخصه او نوع مختلف من الخصخصه؟ هل انا كده ببيع حاجه الدوله؟ غطيناها بالايجار، لان دي كانت النقطه الاساسيه اللي كنا بنتناقش فيها وكنا بنتخانق عليها في 2013. انتوا بتبيعوا اصول الدوله. طيب الجزء الاخر الاسهم، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في البورصه في المرحله اللي فاتت. قانون الضرايب الجديد خلى المستثمرين يهربوا من البورصه جزء كبير. جزء اهم من قانون الضرايب ان اغلب الشركات اللي موجوده في البورصه الكبيره اتباعت لاجانب. فبالتالي في داخل قطاع الاتصالات، داخل قطاع الاسمنت، قطاعات كتيره جدا للشركات الكبيره قوي فيها اتباعت بالكامل. فبالتالي انا محتاج جدا علشان اعرف انشط البورصه من جديد ان ينزل شركات كبيره تانية، بس شركات كبيره كسبانه كمان في نفس الوقت. فده لتنشيط البورصه. الاجانب سيطروا اصلا على قطاعات الشركات الكبيره اللي كانت موجوده داخل البورصه، فبالتالي في بدايه دخول توغل. انا عشان كده خدت التسلسل، معلش. فالتوغل الكبير الاجنبي اللي داخل عندنا برضو يقلق. يعني لازم برضو اللي انا يعني النهارده ليه انا عاوز ادخل الاجانب؟ هل ان انا بشجع المستثمر الجديد المستثمر الكبير عشان يدخل في الشركات القديمه، ولا انا عاوز يدخل في مشاريع جديده؟ ما انا لازم احدد اهدافي. انا النهارده في النص كده حاسس كاني تايه. انا تحديد الهدف، انا النهارده هل المصريين قادرين على ان هم يدخلوا يمولوا الصكوك دي ولا لا؟ هل المصريين مستعدين او ماديا في ان هم ينوعوا الاستثمار بتاعهم؟ ما احنا برضو كان عندنا عقم فكر استثماري من فتره طويله جدا، ليه ناس كتير غير قادره على التفكير الاستثماري؟ فكانت بتحط فلوسها في البنوك او بتشيلها تحت البلاطه على حسب فكر كل واحد، واحنا تحت البلاطه عندنا كتير جدا. لأسباب كتيرة قوي، بس مش نتطرق إليها في المرحلة الحالية. فبالتالي أنا محتاج أن الفلوس دي أبدأ أشغلها علشان عجلة الإنتاج تبدأ تتوسع. فالسيركل الدايرة بتاعت الاستثمار تبدأ تتوسع، فبالتالي لازم كمان أوسع معها دايرة الاستهلاك الداخلي. طيب أستاذ رامي، حضرتك قلت إزاي نضمن أن هيكون عليها ان المصريين او المواطنين هيقدروا يدخلوا لتمويل هذه الصكوك، كيف يمكن للدوله ضمان حجم الاقبال على هذه الصكوك؟ لا هو ضمان الدوله، ضمان البنك، يعني الدوله بتقول انا ضامنه زي اذون الخزانه، ضمان محدش يقدر يقول حاجه. ايه يعني المميزات اللي بتقدمها لان هي تشجعهم والتطمينات كمان، يعني خفض درجه المخاطر وغير كده؟ ما هي ان الدوله تدخل مباشر انها تضمن شيء، ده خلاص انا كده اطمنت. انا يعني مش ضمان بنك او حاجه، بنك ممكن يفلس او لا، دي زي مثلا مشروع قناه السويس لما تم الاعلان عنه الناس كلها اطمنت، كان حجم الاقبال عليه كبير. يعني ازاي يكون في تطمينات زي هذا المشروع على غرار مشروع قناه السويس؟ لازم الدولة تبدأ في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. أتمنى أن الدولة لما تيجي تنزل المشاريع تبدأ تطمن الناس أنها تدي الميزانيات بتاعة الشركات دي، تبدأ تطمنها أنها شركات ربحانة مربحة. لأن أنا النهاردة أنا بتكلم بمرابحات، ما طالما هدخل بالصكوك الإسلامية إذن هي المرابحة وكده، يعني أرباح وخسائر مع بعض. فأنا لازم أقول له أن المشاريع دي هتربح، وأنها هتربح ليه، والخطة المستقبلية بتاعتها هيبقى شكلها اقتصادية كاملة، وان الدولة هي اللي وراء النقط دي. بالتالي لو في اي نوع من المعوقات الاستثمار هي هتذللها، لانها طبعا مشاريع داخل الدولة والكلام ده كله. فده المفروض يدي طمأنينة للمواطن لو الدولة عملت حاجة زي كده. ولو اني اتمنى لا ازال اعيد تاني ان الدولة تقدر تدخل في مشاريع جديدة
وتقدر تدخل الناس عند المدن المتكامله، المحطات الطاقه الشمسيه الجديده، الكلام ده من حق المواطن اللي هو يدخل فيها كمستثمر، وان هو يبدا كمان اللي احنا يعني نخليه ينوع الفكر الاستثماري بتاعه، وان هو يبدا يدخل في المشاريع اللي تدل عليه ارباح كبيره بدل الاجانب ما هو بيدخل فيه. في طبعا البعض ما بيعولش على، يعني هل اوجه المعارضه لتوقيته ولا لجدواه؟ وهل في مجال انه يعاد النظر في الكيان نفسه من الاساس بصرف النظر بقى عن فكره ان هو يجرى تعديلات عليه او لا يجرى تعديلات عليه؟ ام ان المساله تستحق العناء يعني، وان في حال اجراء تعديلات وان يكون في دراسه وافيه لطبيعه السوق هذا بالتالي ان عادة كنا بنمول عجز الموازنة أو المشاريع الجديدة باللي احنا بننزل أذون خزانة زي ما عملنا ممكن في قناة السويس، قلنا مش هننزل صكوك ملكية بالنسبة لقناة السويس، مشروع قناة السويس، لا هننزل هنبدأ اللي احنا ننزل أذون للموضوع ده. فبالتالي أذون الخزانة معناه أنا بستلف منك وأنت بتسدد لي، إنما المرة دي أنا بنزل الفكر بتاع زي ما قلت بنزل الأراضي الزراعية، أنا بنزلها 49 سنة حق انتفاع. فأنا هنا مثلا أنا ما أعرفش هنا هينزلوا عمر قد إيه، لحد دلوقتي هم بيتناقشوا هينزلوا مدة قد إيه، بس أنا هنزلك لفترة، فأنت بالتالي أنت شريك معي. كذا حد كان يتمنى إن هو يكون شريك في زي زمان لو رجعنا أيام الملك وكده، إنه زي المشروع بتاع الحديد والصلب والمصانع، أنا آسف دي في المرحلة بتاعت الرئيس عبد الناصر، واللي كانت المشاريع كانت بتنزل من الدولة والناس كانت بتشتري السكوك بتاعتها وكده. فبالتالي دي النهاردة أنا لما باجي أنزل السكوك أنا بنزل فكر جديد عن مجرد أن أنا بستلف منك وبسدد لك بالفايدة، لا أنت بتدخل شريك معايا في إنك في الشركات والكلام ده كله. فدي الفكرة بتاعهم من هذا يعني. فعشان كده بقول لحضرتك إحنا لو هنرجع لمرجعنا تاني في النقطة إن الاقتصاديين متضايقين في المرحلة دي، ده جزء. جزء تاني مؤتمر شرم الشيخ جاب فلوس بس كلها للمشاريع استهلاكية، فده طبعا يقلقني اكتر، لان انا الفلوس دي ما في جزء منها لازم هسدده وفي جزء منها انا عاوز اعمل تنمية، التنمية لازم تكون على مشاريع انتاجية مش استهلاكية. الاستهلاك النهاردة يعني احنا بقينا النهاردة داخلين جدا في قطاع التشييد والبناء، داخلين في يعني في قطاعات كلها مش هتدر عليا دخل، يعني احنا بنبيع لبعض وبنشتري لبعض داخليا. انا لا، انا عاوز اعمل النهارده حاجه مصانع، عاوز اعمل محطات طاقه شمسيه على حجم كبير بشكل ادخل فيه المواطنين وكده، عاوز استثمر في الانتاج الزراعي بحجم كبير للافراد مش مجرد ان انا اجيب اجانب. يعني برضو ما دي يعني ما كانتش من الحاجات اللي احنا مبسوطين منها قوي، يعني الناس جايه تعلمنا زراعه، ما دي ارضنا في النهايه، ما نبدا احنا ندخل احنا نبدا نوزع الاراضي الزراعيه، بلاش نوزع، نبدا نترحل لدخول الناس انها تدخل. يعني يمكن مؤتمر شرم الشيخ حقق نجاح كبير جدا في المشروعات اللي حضرتك بتقول عليها، لان احنا بالفعل حتى لو مش هتدر الدخل على الناس، يعني يمكن يكون في نسبه معينه مش هتستفيد منها، ولكن النسبه الاعم هتستفيد من هذه المشروعات على المدى القريب.
مع الاسف ما اقدرش اكون متفائل معكم الى هذه الدرجه. احنا كنا في الاول كنا مبسوطين جدا بيه اول لما نزل، بس مع يعني احنا كنا بنتكلم عن عوائق الاستثمار، فزي ما بقول قانون الضرايب بتاع البورصه نزل بعد المؤتمر شرم الشيخ، فالبورصه باظت من بعدها وعماله تنزل من وقتها. الموضوع ابتدينا نمسك الدولار بزياده، مجرد الهدف بتاعنا ان هو ما يعديش النقطه دي ايا كان، سواء يعني مثلا على ذكر الدولار قطاع السوق السوداء في حد ذاته افتكر ده كان ما حضرتك كمان قضيتي يعني. على الاستيراد والتصدير حضرتك يعني، والنهارده ابتدى يقول ان يعني احد التصريحات بتاع وزير الماليه ان الفلوس اللي جايه من الدول العربيه هبدا امول بيها مستلزمات رمضان. انا يعني انا مش فارق معايا دلوقتي قميش رمضان والكلام ده كله، فارق معايا اكتر دلوقتي مستلزمات الانتاج يعني. على اي حال يا استاذ رامي احنا بنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكون في ازدهار في الحياه الاقتصاديه ان شاء الله أكثر. انا يعني احنا يعني كلنا عايزين نقف ورا الرئيس، وكلنا عايزين نشتغل يعني، لازم مجهودات فرديه تبدا تتحرك، ولازم مجهودات جماعيه تبدأ تتحرك للمساعدة. بنشكر حضرتك في نهاية حوارنا، بنشكر حضرتك أستاذ رامي فهيم الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا.